العودة من قمر جدة إلى قمر الطائف، حضرنا الفتوح ونعم علي القعيطي وراجعين إلى الطائف المدرس، إلى قمر الطائف. من كنا كده إلى إحنا كده. إحنا كده. وأنا عشيري من شبابي لقال. لقال. لو ينطوي طيّل كتيب طويته، ولو ينطوي طيّل كتيب طوالي. وأنا اللي من بد حي هويته، هو الذي من بد حي هواني. لو منزله عند الثريا نصيت، ولو منزله عند لو منزلي عند السويبع نصاني، ولو ينسقي من سم عقرب سقيته، ولو ينسقي من سم حياه سقاني. ومن جدة ومن قمر جدة القمر الطائف، بس عاد حذرنا على العرج عند الأستاذ مبارك اليامي، وعازم نخبة من الطائف سحور، مو إفطار سحور، وهذا جو الطائف يغطرف. شوف كيف الرمان والجو والأرض، شوفوا كيف ما شاء الله تبارك الله. أغلبهم إداري وجه السابقين ورئيس الغرفة التجارية ورئيس مركز ميزة. والرابع كمان معه حبيب الوطن. وحق الأكاديميات حرب الزهران والأستاذ مضيفنا الأستاذ مبارك اليوم، الله يحييك يا رئيس نادي وجدة السابق اللي أوصلنا ل وكلنا الستة ومشينا، بس صمدنا صمدنا ايه وصلنا دور وصلنا النادي الحمد لله. وسمعة النادي وسمعة الطائف كانت ممتازة. الآن أمننا في الأخوان اللي متواجدين، الله أن الأمور تيسر لهم ويوصلون الفريق إلى مراكز متقدمة. نعم. إن شاء الله. وإحنا وانتروا الورد زينا وانتروا البسمة. إن شاء الله إن شاء الله، الله كريم. وإحنا في هذا اليوم في هذا اليوم أستاذ مبارك، الحدث حدث البارحة كلنا مع رجال الأمن، كلنا رجال الأمن، كلنا رجال كلنا الأمن، رجال الأمن وضد الإرهاب وضد أي. شوف نعم. يا باش مهندس نعم. أنا من سكان الطائف والأخوان كلهم نعم. والله كثيرا لم يعلم عن الحادثة إلا في اليوم الثاني نعم. الحمد لله في أمن الحمد وأمان الحمد ولا عندنا خلاف وكل أمورنا ميسر. الله يقويهم الله. رجال أمن الله يعطيك العافية. وشيب حقنا ما شاء الله تبارك الله يعطيك العافية. دكتور سامي حبيبي، كنا البارح سمعنا بالحدث اللي حصل في الطائف ولا ندري عنه، ما شفناه في الأصل. الأمور الحمد لله وكلنا رجال أمن يعني. نعم كلمة الحمد لله، الله يديم الأمن والأمان على هذه البلد، والله يقوي رجال الأمن اللي فعلا ما شعرونا أنه حصل شيء في الطائف. وخلال وقت وخلال وقت وجيز نعم تمل. ونسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم في أمن دائم في ظل قيادتنا، ونحمد الله على هذا الشعور الذي نشعر به في الطائف وفي أنحاء المملكة، ونقول لكل من يريد أن يعكر هذا الصفو أنه خسئت ولن تستطيع، وسوف تبقى هذه البلد بدينها وبرجالها وبتلاحمها وبقيادتها بإذن الله، وستذهبون أنتم أيها الشرذمة، ونبقى نحن أهل البلد ونحن بقيادتنا ورجال أمننا. شكرا لك دكتور سامي. كلنا شاهدنا بعض المقاطع اللي انتقلت وقت الحدث، لازم نوجه رسالة للناس اللي يصوروا وقت المطاردة وقتها، هذا شيء غير هذا الشيء في الحقيقة يعني شيء مؤلم جدا. نعم. أنه نكون عون للأيادي التي تريد أن تنال من هذا البلد، وأن نمكنهم من بعض المقاطع التي تجتزئ جزء من هذا الإنجاز، والتي يستطيع توظيفها الخائبون الذين يريدون البلبل والنيل من لحمة هذا البلد، وألا نكون عونا لهم بدون أن نعلم، وندع رجال الأمن في حالة الطوارئ وحالة الحوادث المماثلة أن يقوموا بعملهم، ويكفي لنا أن نساعدهم بالابتعاد عن هذا المواقع حتى يستطيعون عمل القيام بواجبهم بأقل الخسائر. متأكد دكتور إنه بعضهم من جهل. نعم. نقول لهم ترى. نعم. ما لا يصح هذا. الجهات الأمنية وجهت عدة رسائل من قبل بهذا الكلام. ونتمنى من الجميع أن يكون لديه الوعي الكافي
بأن هذه تضر البلد وتضر الجهات الأمنية أكثر مما تفيدها. ماذا تستفيد عندما تصور مقطع؟ ماذا تستفيد عندما تنقلها؟ نعم عندما يعني تنقلها. حتى اللي تجيله لا ينقلها. نعم هذا صحيح، ونتمنى بإذن الله أن يكون في أمثالك يا باشمهندس ومثل هذه التوعية أن تكون إن شاء الله حافز للجميع أن تقف عند هذه الأمور عند حدها بإذن الله. شكرا. الله يعطيك العافية.